ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم قناة عالم المعرفة والطب. إذا كانت دي أول مرة تشوف القناة، يا ريت تشترك معانا في القناة وتكون ضيف دايم عندنا، وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. وهتظهر لكم قناة أختي اسمها قناة أخبار المشاهير، هي قناة مهتمية بالأخبار الفنية وأخبار المشاهير، وهتلاقوها برضو في صندوق الوصف وفي أول تعليق. وقناة أنا للمحتوى الطبي اسمها قناة دوائك من الطبيعة، تلاقوها تظهر عندكم هنا وفي صندوق الوصف وفي أول تعليق. وعملت صفحة على بيتش على الفيسبوك، يا ريت حضراتكم تتواصلوا معايا فيها، وهتلاقوا برضو صفحتي الشخصية. اللي عايز يسألني في أي حاجة أو يطلب أي حاجة، يا ريت تعمل إعجاب بالصفحة وتتبعت لي طلب صداقة. إن شاء الله نبقى أصدقاء على الفيسبوك، وبعد كده هنعمل جروب الأهلاوية ونكبره مع بعض، نقدر كلنا نتكلم وكل واحد يقول رأيه بكل حرية وسلاسة. البيتش برضو هتلاقيها في أول تعليق وهتلاقيها في صندوق الوصف. هنتكلم النهاردة في مواضيع مهمة جدا وحاجات مهمة جدا هنتكلم فيها، بس الأول أحب أفرح كل الأهلاوية بخبر مهم جدا، إن الأهلي حاليا بيتنافس مع نادي سيلتيك الاسكتلندي بأكثر الأندية تتويج متتالي في العالم. إن النادي الأهلي جايب 9 بطولات من بداية الدوري العام سنة 48 لسنة 58، وحاليا سيلتيك الاسكتلندي بينافس معاه، ومعاه فريق تاني اسمه لوتشو ريتس البلغاري. الثلاث انديه دول اللي الوحيدين اللي في العالم اللي توجوا 9 مرات متتاليه. والاهلي عنده فرصه ان شاء الله بالدوري ده انه يبقى 5 بطوله، لان هو واخد 4، وبعد كده هنكمل ممكن ان شاء الله نوصل لاكثر من 9 بطولات، لان انتوا شايفين حال المنافس. طول ما الراجل ده موجود حال المنافس لا يصر عاد على ولا حبيب، فان شاء الله باذن الله الاهلي يكمل لحد 20 بطوله متتاليه باذن الله، ربنا يدينا ويديكم طول العمر. هنبدأ نتكلم النهاردة عن حسن سبانخ. حسن سبانخ الشخصية اللي مرتضى منصور بسببها، أو إنه حكم على عادل إمام بالسجن زي ما هو بيقول، لأنه كان حسن سبانخ دوت محامي كان بيتبع أساليب ملتوية في إنه يحصل على أحكام للموكلين بتوعه. إحنا النهاردة فعليا عايشين قصة حسن سبانخ، وهقول لحضراتكم وقائع غريبة جدا لحسن سبانخ حصلت في حياتنا. الاول احب اقول لكم ان امبارح مرتضى منصور ما ظهرش في قناه نادي الزمالك، وبالتواصل مع بعض الناس والشخصيات المهمه في مجلس الشعب قالوا ان جات له تعليمات من جهه ما، لو سمحت البلد مش مستحمله فقلل ظهورك شويه. الخطوه الاولى قلل ظهورك شويه عشان تكونوا عارفين، وان البلد في حاله مش محتاجه احتقان، وإن الأمر بعد كده هيخرج من إيدينا، وهنضطر إن إحنا نقبل كل طلبات رفع الحصانة عنك وهنرفع الحصانة. بس للأسف الشديد هو حب الظهور عنده مصيبه بنوع من أنواع الزهايمر، فبينسى كل التعليمات اللي بتتقاله وبيبدأ يظهر تاني. الموضوع كان تحرك من اتجاهين، تحرك من اتجاه مجلس النواب، ناس كبيرة في مجلس النواب قالت له لو سمحت خف شوية لأن احنا مضطرين إن احنا نقبل طلبات رفع الحصانة عنك، لأن خلاص الموضوع بقى يوصل لنا احنا شخصيا. والاتجاه التاني من إعلام المصريين إن احنا مش عايزين دوشة من قناة واحدة ما بتجيبلناش إعلانات، وفي نفس الوقت جايبنا مشاكل وممكن تدخلنا في صراع مع الشعب. الكلام ده على فكرة معلومات مؤكدة، وأنا ما بجيبش حاجة إلا تكون معلومات مؤكدة. فحاليا أتحسوا بهدوء في النبرة واختفاء وقلة ظهور، إلا إذا كان هو طبعا لما بيمسك الحديدة الميكروفون بينسى كل حاجة وبينسى التعليمات، وطبعا بينطلق. لكن هو امبارح طبعا ما سابش الموضوع، بعت طبعا 2 من الصحفيين اللي هم عبد الشافي صادق ومنتصر الرفاعي، والاتنين دول انتوا عارفين ان الصحفيين اللي بيجوا معاه بيقعدوا يسمعوا له، امبارح كانوا بيعيدوا كلامه. الكارثه بقى اللي كشف عنها امبارح، وان لو حمدي النجاز استغلها هتبقى ضد نادي الزمالك، انهم بيقولوا ان نبيل ابو زيد بعت لاتحاد الكوره يطالبوا بمستحقاته عند حمدي النجاز. خليكم معايا. طب انت ظهرت في شهر 11 جبت نبيل ابو زيد وقلت له
يا نبيل ابو زيد، انا اديتك مستحقات حمدي النجاس وخصمتها من حمدي النجاس، فانت ازاي النهارده بتقول انك ان حمدي ان نبيل ابو زيد باعت لاتحاد الكوره يطالب بمستحقاته عند حمدي النجاس؟ طبعا ده لعب حسن سبانخ، ان عشان يودي الورق دوت للاتحاد الدولي، يودي الطلب الرسمي بعد 4 اشهر. الناس بتنبهه بتقول له طب هو نبيل ابو زيد ما طالبش من عن طريق اتحاد الكوره ليه؟ لا ده خليه يبعت طلب لاتحاد الكوره عشان اتحاد الكوره يدي الجواب لمرتضى يروح بيه للاتحاد الدولي في القضيه اللي خد على قفاه فيها. معايا؟ لعبه تانيه من الالعاب بتاعت حسن سبانخ. طبعا كره اليد، دوري كره اليد اللي ما حدش بيحس بيه. ايه كره اليد؟ لما بتحققش، انا اتكلمت امبارح عن يحيى الدرع اللي هم عملوا بيه عليه مشكله. ايه كره اليد؟ هل كره اليد اللعبه الشعبيه الاولى في مصر ولا التانيه حتى؟ كره اليد مين اللي بيشوفها ومين اللي بيتفرج عليها؟ فطبعا راح هو في دور بطولي، احنا بصفتنا المتصدر لكره اليد، ودي عليها كلام لان في ماتشين لسه ممكن الماتشين يتوج بيهم النادي الاهلي بالبطوله، وماتشين صعبين مش سهلين سواء للاهلي او للزمالك. فقال لك لا، احنا عشان نادي الوطنيه احنا مش زي النوادي اللي بتاخد دولارات. وطبعا طلع بيان خايب امبارح زي بياناته، وقال لا، وراحوا كره اليد ووافقوا على ان الغاء بطوله كره اليد، كل ده عشان يلغي الدوري المصري. فطبعا بيقدم مبرر لاتحاد الكوره علشان يلغي الدوري المصري. الحركه الثالثه الخايبه عملها وكشفت عنها صحيفه المنتخب المغربيه، وانا جايب لحضرتكم صوره اهو من صحيفه المنتخب المغربيه، بعت للمنتخب المغربي قال لهم احنا مش مهتمين ان اشرف بن شرقي ومحمد انجم يرجعوا دلوقتي لان احنا مش هنكمل الدوري، علشان يجي قدام الدوله يقول لك ايه، انا مش عارف اجيب لعيبه الاجانب المحترفين بره. الجواب الكلام مش كلام لا مصر ولا شوبير ولا اي حد من اللي بيهاجمه، دي صحيفه المنتخب المغربيه بتقول ان الزمالك غير مهتم باعاده لعيبته المحترفين في المغرب. كل دي تقع تحت بند حسن سبانخ واساليبه الملتويه للحصول على الاحكام لصالحه. هو بيروح باعت للمنتخب المغربي، طبعا هو بيخاطب الاتحاد المغربي ان احنا مش مهتمين دلوقتي، ما تبقى مش عايزين اشرف بن شرقي دلوقتي، خليه مستريح نايم في البيت. الحاجه الثالثه هو بيقول لك انا معايا 14 نادي معايا مؤيدين لان الدوري يتلغي. تعال بقى خد يا عم ال 14 نادي. اكبر 3 انديه معاه مين؟ المصري، الاتحاد، الاسماعيلي. المصري عمل مساحات، الاتحاد عمل مساحات، الاسماعيلي علشان ابراهيم عثمان ذكي شويه ويهمه الفلوس قال لاتحاد الكوره مين اللي هيعمل المساحات على حساب مين؟ قولوا لي مين اللي هيعمل المساحات وانا موافق. يعني مش معارض لعوده الدوري لكن بيتكلم في ارشينات، بيتكلم في فلوس. فانت كده النادي الوحيد اللي كان عنده الشجاعه لان ما عندوش ماديات نادي اف سي مصر، هو الوحيد اللي بعت لاتحاد الكوره قال له انا بنسحب من مسابقه الدوري، وانا عارف كويس ان انا لو انسحب هتعتبروني هابط للدرجه الرابعه وانا موافق. هل هو يملك الشجاعه بعد ما ورط نادي اف سي مصر ان هو يبعت نفس الجواب؟ ويقول لك مش اتجاه الدوله انها ترجع الدوري، مش اتجاه الدوله، دي الدوله بتقول لك رجع النشاط. ايه الفرق بين ترجيع؟ ايه هو النشاط؟ بيلي هنلعب في النوادي بيلي ولا يعني بالظبط ولا ايه؟ ولا عم البطه في الترع؟ ايه هو النشاط اللي الدوله عايزه ترجعه؟ ايه النشاط اللي بيجيب فلوس للدوله؟ فتح النوادي بيجيب لك انت فلوس واشتراكات والاعضاء اللي بيشربوا شاي وقهوه وسجاير من الكانتين، لكن الدولة في وسط الحالة اللي فيها اللي أنفقت لحد دلوقتي في أزمة كورونا من الاحتياط النقدي بتاعها وعمالة تصرف، والحالة واقفة في الدولة
هتجيب فلوس منين؟ الدوري العام لما يشتغل وتشتغل الأنشطة والشركات الراعية هو ده اللي هيجيب فلوس للدولة. لكن انت هتجيب فلوس للدولة من البلي في النادي عندك؟ فطبعا يعني ضربات موجعة لي. لكن انا احب هنا الراجل ده محترم جدا وهو ما بيحبوش ودايما يتكلم. الراجل ده محترم فعلا وراجل دولة بحق، محمد فرج عامل. الراجل خلص الموضوع في كلمتين امبارح مع محمد فاروق. محمد فاروق بيقول له انت مع عودة الدوري ولا مش عودة الدوري؟ قال له انا مع الدولة المصرية. اللي تقول عليه الدولة المصرية سمعا وطاعة. عضو برلمان صناعة حاليا وكان رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب، هو ده اللي نقدر نقول عليه راجل دولة بجد، راجل صناعة. لا بيقعد يشتم، راجل مشغول في مشاريعه الصناعية، بتقعد تشتم فيه وبتغلط فيه والراجل ما بيردش عليك في شغله في تجارته في ناديه، بيتصرف مع ناديه بحكمة ومثالية. فعلا الراجل ده مثال للمستثمر الصح، يعني عارف ان نادي سموحة بيحافظ على موقعه في الدوري في متوسط الدوري او في منتصف الدوري، والراجل بيجيب اللعيبة الصغيرة وتاجر شاطر. انت مش عارف تعمل زيه، كل شوية شتايم شتايم. انت مركزك بتاخد التاني على طول، ما تستثمر في الكورة، ما تستثمر في الكورة. لكن انت همك الخطيب ما ياخدش بطولة. هو الخطيب هياخد البطولة هيحطها في جيبه؟ الخطيب ما ياخدش بطولة. انا هو لغيت الدوري عشان الخطيب ما لغيت دوري اليد، وانا كنت هاخده عشان الخطيب ما ياخدش دوري القدم. شوف خليك راجل دولة، اقف جنب دولتك زي ما انت بتقول، بدل ما تطلع تقعد لأبي أحمد وما أعرفش وأردوغان الكلمتين اللي بيودوا ولا بيجيبوا دول وما بيقضوش مصالح. قول أنا في ظهر الدولة المصرية، الدولة عايزة الدوري يرجع والحاجة اللي الحياة تستمر والناس ترجع لأشغالهم سمعا وطاعة. وبعدين لما بطولة أفريقيا هتتعمل وتقال إنها اتلعبت في شهر، إنها هتتلعب في شهر 9، وانت هتقعد من النهارده بتقول مش هيتلعب الدوري، الناس بتقول لك الدوري هيتلعب في اخر 7، يعني فرصه ليك انك انت تتمرن لبطوله افريقيا. لما هتقعد ومش هتلعب ومش هتلم لعيبتك دلوقتي، وبتقول ان لعيبتك عشان تبقى مستعده لازمها شهر او شهرين على الاقل. طب هتستعد لهم لبطوله افريقيا امتى؟ فرض بكره الاتحاد الافريقي بيقول لك البطوله هتتلعب اخر 8 او على اول 9، هتلم لعيبتك امتى؟ ما احنا داخلين على 7 اهو. هتلم لعيبتك امتى؟ هتمرن لعيبتك امتى؟ ده الدوري اكبر استعداد ليك لبطوله افريقيا. الدوري اكبر استعداد لاي نادي لبطوله افريقيا. لكن انت عايز توقف الحياه وتقول لا اصل انا ابدا دوري جديد، هو الدوري القديم ماله؟ في كل ده عشان الاتوبيس اللي لففت بيه اللي لففته مصر، والعيال الصغارين اللي يخشوا الحمامات ويعملوا بيه ويجيبوا سندوتشات. ما غلطتك انت، ما برضه كان ملاعبة للدولة المصرية كلها. بإذن الله الدورة هيرجع والحياة تستمر وكورونا هتنتهي، سواء كورونا المرضية او كورونا الرياضة. كورونا الرياضة بإذن الله ساعتها قربت. ان ما كانش دلوقتي هيبقى في انتخابات برلمان بإذن الله، مش هيبقى في حصانة واللسان ده يتقطع بإذن الله. أشكر حضراتكم وأتمنى أنكم لو كنتوا وصلتوا معنا للجزء ده من الفيديو يبقى أكيد الفيديو عجبكم، فاعملوا له لايك كبير عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وياريت تشتركوا في القناة لو ما كنتوا اشتركتوا. والبيج بتاعتنا على الفيسبوك هتلاقوها في أول تعليق برضو، وهتلاقوها في صندوق الوصف، وصفحتي الشخصية اللي عايز يبعت لي أي حاجة يكلمني، ابعت لي طلب صداقة هقبله بإذن الله، وراسلني وقول أنت عايز إيه، واللي عنده فكرة عايزنا نعرضها، عنده فيديو عايز نعرضه احنا تحت امره بشخصيته هو، هنعرضه على القناة ان شاء الله وتحت امر حضراتكم في اي حاجة. اشكر حضراتكم واتمنى ان انا اشوفكم في كل خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.